أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة لثورة الكرامة السورية، وأنتقل إلى دمشق وينضم إلي من هناك الناشط الإعلامي سلام محمد. مرحبا بك سلام. تحية طيبة لك أخي زياد. هلا فيك سلام. انفجار ضخم قبل قليل في البرامكة بقلب العاصمة السورية دمشق، ما هو مصدر هذا الانفجار وكيف وقع، وهل تمكنتم من معرفة المكان الذي وقع فيه الانفجار؟ نعم أخي الكريم، انفجار هز في البرامكة ولم يردنا الأنباء عن الانفجار إلى الآن، وسيارات الإسعاف تهرب إلى المكان وأغلاق النظام لمعظم الطرق المؤدية إلى البرامكة والعاصمة دمشق، وهناك ازدحام مروري بسبب الحواجز والتقطيع أوصال دمشق وانتشار الشبيحة والأمن بأعداد كبيرة في ساحات العاصمة، وتعيش دمشق حالات مأساوية بقدوم الفصل الجديد، الفصل القاسي وهو فصل الشتاء. فقد هطلت الأمطار غزيرة في أرجاء دمشق، وأيضا أمطر النظام السوري وابل من القذائف على المناطق الجنوبية من العاصمة، وقصف مدفعي على الحجر الأسود والعسالي من قبل قوات الفرقة الرابعة، واستهداف بعض عناصر الجيش الحر لحواجز القيادة العامة في شارع 30 في حي العروبة ومخيم يرموك المتاخم من الحجر الأسود. وفي الظاهرة قام عدد كبير من الباصات المملوءة بالشبيحة بمحاصرة بنايات النازحين بحي الزاهرة منذ الساعة 6 صباحا، ومن ثم قاموا بمداهمة جميع البيوت في المنطقة واعتقال جميع الشباب، ووصل عددهم إلى الآن 30 شاب من أبناء الجولان المباع، وأنباء عن سرقة بعض الممتلكات من المنازل، وتم اقتيادهم إلى الباصات التي حاوطت المنطقة مع شتم، واقتيادهم إلى مستوطنة حارة الجورة بحي الميدان، والأهالي يقفون عند الحديقة المقابلة لجامع الماجد بانتظار عودة أبنائهم. وفي جدة الفضل اقتحام عصابات الأسد للبلدة مدعومة بعدة من الدبابات والمدرعات، وتجمع 300 عنصر للقوات المحتلة حول دبابتين في البلدة، وحالة رعب تعيشها قوات الأسد وإطلاق النار حتى على القطط. وفق إفادة المواطنين يتخلل هذا الحشد عملية دهم في المنطقة وتدمير المحلات التجارية لبعض الشهداء وذويهم، نعم، وما تزال الحملة الهمجية من قبل عصابات الأسد مستمرة منذ يوم الأحد على جدة عرقوس. طيب ويتركز المشهد سلام سلام، خلينا في دمشق لو سمحت. نعم. الكهرباء انقطعت على وسط دمشق وعن وسط دمشق وعن جنوب دمشق، هل ما زالت مقطوعة إلى الآن وما سبب انقطاع الكهرباء؟ تم انقطاع الكهرباء من الساعة 1 ليلا إلى الساعة 11:30 صباحا أخي الكريم من كامل دمشق دون معرفة السبب، وتم على أثرها اقتحامات في شارع اليرموك واقتحام المدارس النازحين في مدارس النازحين أونيروا في اليرموك واعتقال عدد من الشبان طيب على أثرها. نعم، اليرموك هاجم فيه أبطال الجيش السوري الحر مواقع على ما يبدو حواجز للجبهة الشعبية القيادة العامة بشارع 30 وفي حي العروبة، كيف حدث الهجوم وهل هذه الحواجز التابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة هي يعني تؤذي المواطنين، ما هي مهمتها؟ نعم أخي الكريم، هي حواجز القيادة العامة هي تقطيع أوصال مخيم اليرموك ومخيم فلسطين والحصار للنازحين الموجودين في داخل المخيمات وفي المدارس، وتم عناصر الجيش الحر باستهداف هذه الحواجز، وهناك أنباء استهدافها بسبب اعتقال عناصر القيادة العامة لبعض عناصر الجيش الحر وتسليمهم للأمن السوري. أشكرك نعم جزيل عن أما نعم تفضل. أخي الكريم، أما عن الوضع الإنساني في المخيم اليرموك وفي في المنطقة منطقة دمشق، فهي معدومة بسبب نقص المؤهلات المعيشية الطبيعية من كهرباء وماء وغذاء، مع وجود عدد كبير من الجرحى بحاجة إلى رعاية ومعالجة، ولا يوجد كوادر طبية أو مواد طبية. أخي الكريم، نعم ونوجه 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 تفضل. رسالة عن العفو الذي أصدرت هذا اليوم، هل ستعفو عن الذين تلطخت أيديهم بالدماء؟ طيب ماذا بخصوص من كان جالسا في بيته فتلطخ وجهه بالدماء بعد أن انفجر رأس أخيه الذي بجانبه جراء رصاصة محكمة من أحد قناصاتك؟ هل نعم ستعفو عنه أيضا؟ أشكرك جزيل الشكر، رسالة يعني قوية ومهمة. سلام محمد الناشط الإعلامي كنت معي من دمشق، شكرا.